كمان في كتير عرضات أصواتهم حلوة، عرضات الأزياء عن جد أصواتهم حلوة، إذا بيغنوا من تمهم صوتهم بعقد. بس ما مش مثلا عندكم ميريام كلينك، ميريام كلينك عملت غنية كمان كسرت الأرض وقتها، شو كان اسمها؟ ايه عنتر ماي لافلي بوسي، ماي لافلي كات، هيدي هي. هلا كتار ظلموها انه كلماتها هابطة وموضوعها سخيف وكذا وهيك، بس انا بلومها كان لازم تعملها ديو، أول غنية كان لازم تعملها ديو مع شي فنان كبير كان بيشقلها. مثلا لو عملت عنتر هي ذاتها مع عاصي الحلاني كانت طلعت غير شكل، يعني تخيلوا عاصي عم بغني عنتر. وراح عنتر معها تركني وغاب، يركض وراها بالجل وبالحقل، خلص شباط ورجع لي يدمع عالباب. ولك عمرك شفت شي قط عم يبكي؟ او مع كاظم الساهر مثلا، هيك فرد مرة بمهرجانات بيت الدين عنتر، قومي يا هرعتي عنتر انتي ماي لافلي كات، فبغيري وابرك لا تكوني جميلة. قومي والعقي أصابعي وتعالي واجلسي في حضني قليلا، المياو قوليها، المياو قوليها. أو مثلا وائل كفوري، أو غنتها مع وائل كفوري هيك كانوا البنات سخسخوا راحوا بالأرض. وائل مساء الخير. بحبك أنا كتير، العنتر عزيز كتير علي، وعيني بكير يغمرني يلعب بين إجري. قرب مني هيك تعا قرب لي، هيك تعا قرب 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 تعا